ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم عضو تحالف الوطنية المعارضة السيد لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، مرحبا بك. تأجيل مجلس النواب جلسته التي سيناقش فيها الانتخابات إلى يوم الأحد بسبب عدم اكتمال النصاب، برأيك إلى أي مدى هو تكتيك من كتلة بعينها لتأجيل الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. التأجيل الذي حصل لجلسة النواب هو ناتج عن عدم اكتمال النصاب القانوني لاتخاذ قرار بهذا الشأن. التأجيل أصبح تأجيل الجلسة أصبح مفعولا بسبب انسحاب الكتلة القوى المسماة القوى السنية، وبذلك لم يصبح هناك نصاب قانوني يكفي لاتخاذ قرار. هناك طبعا خلاف في مسألة تأجيل الانتخابات. التحالف البيت الشيعي يريد أن تجرى الانتخابات في يوم 12 مايو ولا يرغب بتأجيلها. هناك سبب قوي لهذا الإصرار، لأن التحالف الشيعي يشعرون بنشوة النصر، ما يسمونه النصر، على تنظيم الدولة الإسلامية، ولا يريدون أن يتبدد هذا النصر. هذا أحد الأسباب المهمة، ويعتبرون أن الزمن ليس بصالحهم، لأن الزمن كفيل بنسيان حالة النصر، خصوصا مع تجدد التفجيرات في داخل العاصمة بغداد. فأي معنى للنصر لن يبقى له أي أثر إذا استمرت هذه التفجيرات مع الزمن. السبب الآخر الذي يقلق التحالف البيت الشيعي هو ما يتعلق بالوضع الداخلي في إيران، يعني أي تجدد الحراكات الشعبية في داخل إيران سيضعف إيران وسيجعلها تنشغل في وضعها الداخلي على حساب دعمها لحكومة للميليشيات ولحكومة بغداد، وبذلك يعرض هذا التحالف، تحالف البيت الشيعي، إلى أخطار مجهولة. من ناحيتها القوى التي تدعي تمثيل أهل السنة تدعي بأن النازحين وبلغ عددهم تجاوز عددهم المليون لم يكن بوسعهم الوصول إلى صناديق الانتخابات بسهولة للإدلاء بصوتهم، مما سيؤثر. طيب أستاذ لبيد، يعني إياد علاوي وضع تخوفات عندما دعا إلى توفير إجراء انتخابات نزيهة، برأيك لماذا تحدث بهذا الشكل؟ طبعا النزاهة الانتخابات هي أبعد ما يكون عن الواقع، لأن الانتخابات كما نعلم مسيطر عليها من قبل صناديق الانتخابات، مسيطر عليها من قبل الميليشيات، والميليشيات تستطيع أن تفرض أجواء إرهابية في داخل الشارع العراقي، بحيث أن تستطيع أن تسلب إرادة المواطن، وتستطيع أن تتحكم بقوتها وبسلاحها وبالعنف الذي تمارسه يوميا. وبهذا الخوف الرهيب الذي ملأ الشارع العراقي تستطيع أن تتحكم بنفسية المواطن. لذلك هناك حاجة ماسة، إذا كانت هناك نزاهة، إذا أريد لي انتخابات نزيهة، هناك حاجة إلى مراقبة دولية حقيقية، وتدخل من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشكل صحيح وبشكل كبير، بحيث لا يصبح وجود مسلح في ضمن الأجواء. طيب، هناك تصريح للنائب كاظم الصيادي قال فيه أن السفارات الأجنبية في بغداد هي التي تدير أمور العراق، كيف تعلق على هذا التصريح؟ السفارات الخارجية إذا يجب أن يكون محددا، السفارة الإيرانية هي التي تدير بالحقيقة الوضع في داخل العراق. بالضبط، هو قال أن السفارات الأجنبية، نعم، لا يستطيع عن ذكر الأجنبية. لو كنت صحفيا لسألته وحدد ما هي السفارة، يعني السفارة الهندية مثلا والسفارة الباكستانية، هذه كلها يعني سفارات أجنبية. المعروف لدى المواطن العراقي حاليا أن السفارة الإيرانية بشكل أساسي هي التي تدير الوضع في العراق، إيران هي التي تدير الملف الأساسي في العراق، وهي التي تهيمن على القرار السياسي. ربما يشير إلى السفارة الأمريكية، السفارة الأمريكية قالت أنها تريد للانتخابات أن تجري في موعدها في 12 مايو. واضح هذا، لأن هذا الموعد
هو الذي الموعد الذي يريده العبادي، والعبادي يريد أن يستثمر الأجواء التي بين هلالين التي يسميها أجواء النصر بانتظار على تنظيم الدولة كما ذكرنا، وكذلك استيعابه للموضوع المشكلة. وسط هذه الأجواء من الشد والجذب أستاذ لبيد، يعني هناك أيضا تصريح لي أو تحذير لزعيم ميليشيا الخراساني من مؤامرة تأجيل الانتخابات، هناك أيضا تخوفات من أن يتحول الصراع السياسي إلى مواجهة مسلحة، كيف تنظر إلى الأمور؟ نعم، الخراساني يشكل واحدة من الميليشيات التي بمجموعها يتألف الحشد الشعبي، ونعرف أن الحشد الشعبي أيضا يعتبر أن ما يسمى بالانتصارات التي تحققت هي نتيجة جهوده الميدانية ونتيجة دوره في هذه الحرب. والحشد كما نعلم دخل بقوة في هذه الانتخابات، وهناك تطلعات من قبل قادة الحشد على أن تكون الحكومة القادمة حكومة حشد بالحقيقة، ولذلك يريد أن يستثمر هذه الأجواء بأسرع وقت ممكن، لذلك يعتبرون أي تأجيل لهذه الانتخابات سيضعف دور الحشد وسيضعف شعبية. من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.